ديالها عندها لا ديبلوماسي ديالها. الدبلوماسي غلط الدبلوماسي غلط يا عبد الله غلط. دابا انت اللي في نيويورك، دابا انت اللي في نيويورك. انا مانيش في نيويورك، مانيش في نيويورك، هذه في امريكا بصح مانيش في نيويورك. اتحداك ها انا تحدي مرفوع. وي وي اتحداك انك تمشي انت قدام البلوتوث. اسمع معايا، اسمع معايا، اسمع اسمع. قول جزائري، دولة جزائري قبيلية اعلنت الاستقلال ديالها قبل ثلاثة السوايع. اتحداك قدام هذه الفستر اللي كاينه انك تلقى بوليس امريكي وتمشي قدامهم وتقول لهم انا مطالب بسقوط الدولة القبيلية. لا اتحداك. لا 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 غلط. وقف عليا تحدي، اسمع عليا اسمع، ارفع التحدي وسير قدام الشرطة الأمريكية وقول لهم أنا فلتسقط الدولة. قولها لهم، قولها لهم وأنا كنشوف، قولها وأنا كنشوف. علاش يقولها لهم؟ أنا ماشي أسمع، ما تقدرش. أنا خاطيني، أنا مانيش بوليتيك، أنا مانيش بوليتيسيان. علاش ندخل روحي أنا في هاد الأمورات؟ عندنا دولتي تاع الجزائر، الأمريكان دارت عفسة، عندنا احنا دولة تعرف هي تتعامل مع هاد الامورات. دروش تعرف تتعامل مع هاد الامورات يا رضوان. انت وقيلا تعبك تزالي تلعب سير لهيبه تعبك على لعبو وسير عند بوليس. خلينا الموضوع تاعك انت يا خلينا تريكو تريكو. انا كنت كنت تريكو مواطن. شوف انت كمواطن جزائري سير دابا انا وانت في الولايات المتحده الامريكيه اتحداك انك تمشي عند الشرطه الامريكيه وقول لها فلتسقط. اسمع معايا سجل، فلتسقط دولة القبائل. انا ديفي انا وانت تراك هذا القبائل عاشره ما ديمونديت والو. اسمع اسمع شوف القبائل حنا اسمع اسمع منطقه القبائل في الجزائر. اسمع خلينا نهضر معاك. انت ما تعرفش الجزائر سي بورسا. اسمع اسمع رضوان، انت صحافي، الصحافي باهي يحب يدخل يدير ناقش موضوع يروح يبريباريه قبل ويطالع عليه ويدرس كلش ومن بعد يفتح موضوع للناس على بالو كاع بهذاك الشيء. انت ما على بالك والو، تدخل تصدم كب شويه الخاوه دخلوا الدراهم اطلع الباري اضرب ستاربوكس وتعاود تولي. يا سي محمد انت واش راك تهدر؟ هاد القبائل الحرار روح لتيزي وزو هم يطلعوا معك بقبائل. روح قول له تاك شكون يقدر يعيش في ثلاث ولايات ويسمح في قاره عباك بلاد القبائل تيزي. وانا قبائلي انا يهضر معاك المتحدث قبائلي ماشي ثلاثة. ما انا قبائلي ما تكذبش. ماشي شكون يقبل؟ شكون يقبل؟ ماشي ثلاثة يسمح في قارة يعيش في ثلاث ولايات اللي هما تيزي وزو بجاية وسطيف شوية من سطيف. انا البليز يا اخو انت راك تخلط وراك تيري يا رضوان بصحتك. راك تدخل دراهم التيك توك ولا بصحتك وراك تطلع لقيت الطنوحة راك تروح بدراهمهم من الباري. بصح يا خويا كي تحب تمشي في باريس مشي نورمال والله ما يديروا لك والو تزير هنا برك ما تخبص ثنايا. دابا انا في اسبانيا خويت باري وتساريت في باري ولما تكون باري هي الجزائر العاصمه فرضوا عليا العقوبات اللي بغيتو. تحياتي خويا ديفيرو. اسمع خلينا نهضر معك تريكو 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 ونحبط التريكو. انتم حياتكم كومبلي جامي درتو خريطه في التريكو. وانا نجيك على هاد درتك انت واش كنت تهضر البارح قلت لهم الدوله الجزائريه السياسه مع الرياض شكون اللي خلط؟ القجاع تاعكم هو توجور يمرمد مساكن عباك. شكون اللي غيدوني انا؟ والله يغيدوني والله يغيدوني للزوار ولا الشطاف ديدينيو يا ومساكن من ضمن يمرمد فيهم في ليزايروبور مساكن يرقدوا في القاعه ديدينو. خلينا ندير معاك اللي قجع واش يدير؟ اللي قجع واش يدير؟ او يمرمد في الجوار باش ثلاثة خسرتي ب 3 لزيرو 3. اسمع معايا 3 لزيرو عقل معايا ديدينو الخوت سجلوا لي هذه ديال ديدينو. خي ديدينو 3 لزيرو عقل على هذه النقطة مزيان 3 لزيرو اقصاء اتحاد الجزائر العاصمة العقوبات على الدولة الجزائرية بطبيعة الحال. الدولة الجزائرية دولة مازوشية سادية 3-0 سال الفيلم تقصيتو من الدومي فينال وهادشي اللي بغينا. تحياتي خويا ديدينيو تبارك الله عليك. الخوت كبسو انا جاي اسمحوا لي. واش تقدر الدولة الجزائرية تسحب السفير من الميريكان؟ امبوسيبل كما قالت لها الاخرى امبوسي. انا جاي كبسو كبسو انا جاي.
بايدن، برافو بايدن. انا بالنسبه لي بايدن احسن عمليه دار هي اليوم انه سمح بانفصال دوله عن دوله اللي كتعتبرها راس هذيك الدوله انها دوله صديقه. شفنا استقبال الرئيس الجزائري لوزير خارجية الدولة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ترخيص بانفصال دولة عند الدولة الجزائرية. واش الدولة الجزائرية الخوت هتقدر تسحب السفير؟ والله لا سحباته، والله ما كاين شي راجل في النظام الجزائري يسحب السفير. أنا كنقولها لكم، سجلوا هذا اللايف هذا. السلام عليكم. برشلونة بسم الله، والله العظيم قلت هذا النوضة اللي نطي ومشيتي تشم الهواء وترجع يا عدي تجي وتطلعني، قسما بالله. غير المهم الله يرحم لك الوالدين، شو الله على صحافي عندنا منور، شوف على الزين، شوف على والله. وانت كانت بقى لي شي اختي تنزيدك الزوجة الثانية، رانا في مالاكا، تنزوجك ونعرسك. شوف انت في برشلونة وانا في مالاكا دابا. لا انا باقي هنايا، انا باقي في طنجة. لا ما سخيتش بالبقول، البقول والحريرة بالنعناع يا اخي. المهم انا غير ديك التشاكيطة، عافاك ديك التشاكيطة تهلا لي فيها النهار اللي تبغي تسيبها. اخوك طنجة ويعطيها له. انا راه وليت تنحمق غير على اللباس ديالك. شنو بغيت نقول لك؟ خصك تعمل جوج التحيات، تعمل واحدة لبايدن وواحدة اللي قبل منه البرام. برام فهو احتفل بالمملكة المغربية بالصحراء المغربية، وجاء الخليفة ديالو فاحتفل بالقبائل، وهذا لا. هو برشلونة زمامة 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 زمامة. نعم نعم يا سيدي، نعم نعم. واحد الفكرة ديتيها لي يا رب. والكاس ديال الحياة اللي شربنا منه ها هما تنشوفوه تيشربوا منه. هذا هو الهدف ديالي، وتنقول دائما يا ربي ويطول لي في العمر، ونشوف ديك عمامي اللي ماتوا في الصحراء يرجع لهم الحق ديالهم. انا تنشوفهم تيشربوا من ديك الكاس، تنتفكر نهار اللي هدا لهم الحسن الثاني السلاح وجاو قتلوا النبي 10 ديال المخازنيه، ها هو وقع لهم دابا عندهم داخل المملكه ديالهم، داخل التراب ديالهم، السلاح اللي مولوا به البوليزاريو عالي الرخيصه ولا الغالي، ها هو يردوا له. هذا هو الشيء اللي بغيت نوصل. والتحيه لي لك، والتحيه لواحد الاخت طنجاويه الله اعلم اللي طلعت من امريكا وربات اخرى على اللغه، علاش تقول العائله؟ وانا كنت غنغني للعائله تجيب لي ديالنا ولا نمشي. تنوصل لها بيستعرف بان خلقه في امريكا، وحتى اللهجه تتهضر باللهجه الشماليه هنا باش يعرفوا المراه المغربيه ما هي. برافو برافو، شوف برافو ليك اخي الشماليه، برافو ليك. المهم المهم خي، انا التحيه القبائل والتحيه للفريق المغربي، تسميه المغربي الوطني، هذاك بحال تيمثل المنتخب المغربي على الوسام اللي عنده رسمه، وماشي رسمه في القميص. احنا في المغرب والمملكه المغربيه داخل القلب، والقميص نزولوه ولاني ما تزولوليش من داخل القلب ديالي. داخل القلب ديالي عندي فيها الخريطه، واش غتفتح لي صدري؟ راه صعيب عليهم. وتنوجه التحيه للبركان، ويقيسوا الجزائر، يقيسوا البطاطا ديال بركان باش على الله شويه تتفوق. ولاني مع الاسف الشديد وزير الثقافه تحصل على شنو تيعيطوا له، شهاده مدرسيه تعدل الثلاجات، وانا تخسرت لي الثلاجه. كيف بغيتي هذا الشعب يكون واعي؟ وزير الثقافه ما عندوش حتى الشهاده الابتدائيه يا خوتي، كيفاش بغيتي الشعب؟ الصوت يمشي لك. فين وزير الثقافه ما عندوش شهاده؟ ديال الجزائر. التتائر اقسم بالله ما عنده الشهاده ديال هادي، عنده الشهاده تعدل التلفزيونات، وقسم بالله. مع السلامه حبيبي، مع السلامه مع السلامه. لا هذه لا كانت بسطحنيت مصيبة. وزير الثقافة ما عندوش، أنا كانت عند بالي مرة قلت
برافو بايدن، برافو بايدن. كنقول لك بايدن ما بقيتش كنقول لك. السلام عليكم. بايدن يعطي الرخصة لفرحات مهني باش يعلن الاستقلال ديالو من وسط نيويورك. برافو بايدن. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. عندنا اختلاف صديقي في 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 الهيبه والرجوله والقوه. عندنا فرق في التفكير. اي اتفق معك، عندنا اختلاف كبير. عندنا اختلاف كبير. انا كجزائري دوك طلعوا خوتنا المغاربه تكلموا كاع، انا كجزائري نتمنى باللي الجزائري ما يقتلش خوه. اصبر بشويه. فخامه الرئيس الامريكي بايدن عطى الرخصة لفرحات مهني أنه يعلن عن انفصاله عن الدولة الجزائرية من وسط نيويورك، من قلب نيويورك. واش في نظرك أنت أخويا والهيبة اللي عند الدولة الجزائرية العظيمة، قوة ضاربة، بالهيبة اللي عندها غتقدر اليوم تسحب السفير ديالها من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا كاين نقاش اخي المغربي. هنا وانت نتكلموا اليوم غادي نتكلموا على مشكله ونقاش. انا عندكم انتم المغاربه تناقشوا، حنا كجزائريين رانا نسمعوا في النقاش تاعكم. انا كجزائري انا ما عندناش مشكل. شوف حنا تك ما عندناش مشكل، حنا والله ما عندنا المشكل. ما عندكش مشكل مع امريكان؟ ما عندنا مشكل حتى مع واحد، ما عندناش يعني مشكل حتى مع قبائل. يعني ما عندكش هيبه؟ لا خاطي الهيبة، الهيبة هي الهيبة، هي نحترم نفسي، هي الهيبة هي احترام النفس أولا. أنا ما نتمناش في المستقبل فريق وطني جزائري يتنقل دولة أخرى يحتاجوا في المطار لجا الخريطة. هنا لا، نعلبوها الوحدة الوطنية، الله ينعلبوها الوحدة الوطنية اللي كانت كيما. لا احنا ما عندناش لا الهيبة صاحبي. عندنا احنا النيف، النيف أنتم ما تعرفوش النيف تاع الجزائري، هذا هو النيف الجزائري. حبيبي احنا عندنا النيف هو أنه لما دولة تعطي ترخيص لدولة أخرى باش تعلن الانفصال، حنا غنسحبوا السفير كما درناه من فرنسا. لا 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 حبيبي نشرح لك. حبيبي واسمع حبيبي، كما درناه من فرنسا ودرناه من اسبانيا ودرناه من ألمانيا، لما ما يكونش عندك الهيبة سمع وزير الخارجية ديال الدولة ديال روسيا يقول لك ما عندكش الهيبة والمواقف لا هيبة لا مواقف لا وزن. هذه الأولى روسيا. لما ما يكونش عندك الهيبة انك تسمع امريكان كتعطي ترخيص لواحد الشعب باش يعلن الاستقلال ديالو والانفصال ديالو من وسط بلادها شعب القبائل، لما ما يكون عندك شهيبة فرنسا تقول لك انت ما عندكش تاريخ قبل 1962، يقولها ايمانويل ماكرون ويقولها شارل دوغول. لما ما يكونش عندك هيبة اسبانيا تدعم مغربية الصحراء وانت تسحب السفير وتعاود ترجعو، شكون اللي ما عندوش الهيبة؟ رضوان. الهيبة هيبة، كل واحد ويقراها كما يحب. اكزاكتومون. انت تكلمت على ماكرون على الجزائر، تكلمت على ماكرون، هذا حنين، هذو اللي سيفري اللي فرنسي راهم يقولوا لنا احنا الجزائريين انتم فرنسيين، راهم حالين لنا ليديهم، راهم من 62 ويقولوا لنا بلي انتم لي فرنسي، انتم تاوعنا، انتم شعبنا، احنا دولة فرنسا العظمى، يقولوا لنا بالسيف تسمع ديغول يقول لك الجزائر هي فرنسا، شيء عادي. احنا رفضنا، احنا كشعب جزائري عندنا هوية خاصة رضوان، رفضنا وقلنا باللي نحن جزائريين وفقط. عادي وفقط رضوان، تقراها كيما هاك. عادي فرنسي يقول لك الجزائر هي فرنسا، عادي نورمال. احنا رانا رافضين فرنسا حلتنا ليدينا، تقولنا على تعالوا نبني إمبراطورية العظمى الجزائر مع فرنسا نحتلوا العالم بأكمله. احنا نقولوا لا، قلنا احنا عرب ومسلمين وخوتنا المغاربة والتوانسة مغاربة، شنو نجي نحتلكم رضوان؟ لا احنا جزائريين. واخا لما دولة تعلن الانفصال ديال دولتها في وسط واحد الدولة أخرى، شنو نورمالمون غير مبدئي، أنا ما كنتكلمش على الجزائر، نورمالمون شنو خص الدولة دير؟ لا اخي رضوان، لا احنا شعب الجزائر احنا مثقفين وعندنا تاريخ عظيم وعندنا حضاره،
حنا متقفين بزاف حنا باش ناخذوا الجزائري يقتل اخاه بدرون اسرائيلي. لا ما نوصلوش هذا الموصل، لا باش نكسموها باش نديروا حصار ولا نهجروا شعب ونديروا له حصار، لا باش نحقروا. ما نحقروش حنا الجزائريين، خوتنا القبائل راهم عايشين معانا ما حبوش يعيشوا معانا، الله يسهل عليهم. لا 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 لا, لا. هذه هي الهيبه، هذه هي القوه باش نوصل انايا يبتزني العالم لاجي القبائل. لا نقعد بالهيبه تاعي، نقعد السياده تاعي، وهم قعدوا بالهيبه تاعهم بالسياده تاعهم ونعيشوا بسلام. على ما بكي احنا فاتحين لدينا ليكم انتم المغاربه، اربعه عيشوا معنا انتم. لا انتم حتى سميتوها الصحراء المغربيه، حنايا اعوذ بالله باش نسموا القبائل الجزائريه، لا لا نسموها جمهوريه القبائل المستقله افضل من نسميها انايا قبائل جزائريه. لا ما نطيحش منك، لا 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 لا, لا. هذه الهيبه رضوان، تحياتي. واحد قال هيبه، الله يحفظك. حتى الروسي رضوان، رضوان حتى الروسي، الروسي نهار اللي قال لهم الجزائر ما عندهاش هيبه، والله ما لا بالنا شي يخمم في راسي هذاك الروسي، خليني نفضل نعيش معاهم 10 سنين بعد نولي نقول لك الرواسه كيخمموا، والله ما لا بالنا كيخمموا. كيما انتم المغاربه عندكم هيبه تدخلوا بفريق في خريطه باش مش عارف ودايرين بيبي لي سيتي على خاطر الخريطه، لا باش نوصلوا لذاك الموصل. لا حبيبي معك حبيبي، انت جزائري ولا قبيلي؟ لا لا انا جزائري. تبارك الله عندنا شي مشكل، وتحياتي وشكرا جزيلا، الله يسهل عليك. الحمد لله الحمد لله. اي السلام عليكم. تحياتي. والله الا ناس ملاح، ناس ملاح هاد الخوت ديالنا في الجزائر، ناس ملاح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لالا كي دايره؟ لاباس الحمد لله. يسمى الجزائريين ما عندهمش النيف ياك؟ انا ما قلتش هاد الهضره اختي. انت راك تقول النيف وما النيف وما على باليش. انا اتساءل اتساءل. تتساءل. انا نقول لك واحد الحاجه، انت اخر واحد تتكلم على النيف، خاطر شكون جا عندك النيف ما تضربلكش اسبانيا ضربت لكم السياده في الزاويه 90، دات لك واجهتين بحريتين سبته ومليليا. الاسبانيه عندها شمال الواجهة البحرية بحر الأبيض المتوسط ياك، إلا كنت راجل، إلا كنت رجال ومغاربة حرين، روحوا قطعوا غير الحبل، روحوا قطعوا غير الحبل اللي مقسومة به بلادك، ورجع 23 جزيرة ما تقاطعنيش من فضلك. دوكا نهبط ومن بعد تكلم على النيف. خليك تكمل يا حبيبة، قولي لي اش من عام من عام؟ ما يهمنيش انا واش من عام، المهم انت السياده تاعك ما عندكش كاع سياده على بلادك، تهضر على السياده تاع الجزائر. خصك سنه ضوئيه باش تهضر على السياده الجزائريه والنيف الجزائري. النيف الجزائري حرر حرر دوله قد قاره. سمعت صحافي؟ انت ما عندكش مستوى تاع صحافي، انت نورمالمون تبيع الخضره في المرشي. من عام حبيباش من عام؟ اش من عام حررتو؟ واش من عام؟ ما يهمنيش، ماشي سوقي انا، ماشي سوقي ندخل. واش من عام؟ كيما نتوما حاضيين 24 ساعة على 24 ساعة الجزائر الجزائر. على ما تروحش دير كشغلة مليحة لحياتك، على ما تجمعش ملي الدراهم تاع التيك توك تروح تصاوب بهم عينيك، مغرب يوصلوا لموريتانيا. بلا ماشي مشكل، حنا ما عندناش المشكل. ثنياني عايش من عام حررتو الجزائر؟ ما عندكش مشكل. هانية هانية، حررنا الجزائر في 1962. باش وبلادك، بلادك اللي اسسها هوبير ليوطي سنه 1912، ولم لا تملك حتى وثيقه الاستقلال، انتم مستقلون بوثيقه الذل والعار اكس ليبان الجارية المفعول. واخا ماشي مشكل، انا نمشي مع اختي بشويه بشويه حبيبه ديالك. كون جا عندكم النيف، اصبر راكم تهضروا على النيف، كون جا عندك النيف رجع الجمجمه تاع جدك اللي بنات بها البرتغال كنيسه وما راحيض واستعمرتكم ربع قرون. متفق معك انا غنمشي اسبانيا مستعمراتك لحد الساعه 6 قرون. متفق معك حبيبه غنمشي معك. اللي حاكمينكم اللي حاكمينكم اللي حاكمينكم الاسره العلويه من شبه الجزيره العربيه اللي اصلهم من السعوديه. انتم راكم مستعمرين لحد الساعه. انا غنمشي معك. ماشي جايب روحك خبر شويه عليك. ما تمشي معايا ما نمشي معاك، ليسونسيال عندي كلمه قلتها هنايا في الكاست. اي سلام عليكم. كي ترجع بلادك من اسبانيتها، كي ترجع بلادك
سبتو اسبا سبتو مليليا الاسبانيتين كي ترجعهم من اسبانيا هي فما فتح لايف على الجزائر. علاش مقلقة؟ علاش كاعية؟ علاش كاعية؟ مانيش مقلقة انا، مانيش مقلقة. انت لك مقلقة على روحك، انت لك مقلقة على روحك. كتكمي؟ انا نعطيك نصيحة، اقفل اللايف وروح تنعس. قولي نهار اللي تحرر بلادك افتح لايف على الجزائر. كتكمي؟ هي تكون كامل مقابلين، كون نسقسيك على اي حاجه في المغرب والله ما تقدر تجاوبني. حافظين غير الجزائر، تعسوا غير في الجزائر. ماك الله حبيبه قولي لي. لا كيما قلت لها حبيبه، ما خصها حاجه، ما تخصكش. وانا ما تخلينيش نخسر معاك في الهضره سي محمد. انا اخوك اختي، انا كنهضر معاك من قلبي. لا لا ماكش خويا يا خوي جنابك، انا ما يشرفنيش كاع واحد يكون انت كيما انت تكون خويا تاكل فيه لحمنا ليل ونهار. ما تحشمش على روحك، حشم شويه على روحك خويا، احترم غير السن اللي راك فيه. شنو سميتك؟ انا صغير عليك في حياتي ما فتحت، انا صغير عليك في العمر في حياتي ما فتحتش لايف على المغرب. قولي لي حياتك كامل تاكل فيه لحمنا. قولي لي ما تحشمش. قولي لي سمعتك خطره تقول لهم اني حاب ندير للجزائر، حنايا لحمنا مر ودمنا مر، ولياكل لحم ولياكل ملحنا يخرج فيه. سي با لا بان تجي، نصيحه لوجه الله. علاش باسكو حنا الجزائر؟ اصبر نقول لك واحد الحاجه، خلاوها جدودنا هذه الكلمه. قال لك الجزائر نخله واللي يتحكك عليها يخلى. نعطيك مثال صغير برك. قولي لي يا حبيبي. دبي الامارات، الامارات اللي كم مخلوعين فيها وتروحوا ليها وكاع الناس يروحوا ليها، وبلاد السياحه والتطور والتقدم والازدهار. هدروا علينا غير كلمة صغيرة برك، ربي بلاهم بالإعصار. شفت كيفاش ولات في ما بين ليلة وضحاها؟ دعاويكم ما شفتهاش؟ دعاويكم خايبين. إيه بزاف والله، غير دعاوي دعاوينا خايبين، وإن شاء الله يخرجوا فيك أنت الأول. باسكو علاه؟ حياتك كامل الجزائر. روح عيش حياتك شوية خويا. أنت يا صحافي روح عيش حياتك. عيش الصحافية تاعك وعيش المجال تاعك يكفيك، ما تدخلش لهذا الموقع تاع الذباب الالكتروني. خليه غير صحابه، خليه اللي ما عندهمش مستوى، اللي مساكين يسترزقوا. واخا قول لي يا حبيبي الا كان ممكن شنو الاسم ديالك؟ مانيش انا ما تهضرش معايا بهذا المستوى، انا ما نحبش كاع هذه الهضره تاعكم كاع، ما نحبش. اهضر معايا كاني جزائريه، ما تقولي لا الحبيبه لا. احنا كنقولها في المغرب. اهضر معايا عادي. انت تقولها في المغرب هذه ايسونسيال، الهضره اللي عندي قلتها لك ان شاء الله تكون وصلاتك. قول لي يا حبيبي شنو سميتك؟ حاجه ما تخصكش. منين اش من ولاية انت؟ ادخل في البروفيل تاعي، اقرا من تحت في البسيدو تعرف شنو اسمي. انا ما بغيتكش تقلق، انا بغيت نهضر مع اختي بالادب بالاحترام. زعما شنو صح؟ قول لي واش هو المبتغى تاعك؟ انا حابه نعرف الفائده تاعك من هذو البثوث وشنو هي. أنا حابة نفهم كاش ما ربحت؟ كاش ما ربحت؟ ربحت غير الذنوب. أنا من عندي ولا غير ربحت غير الذنوب؟ إيه قول لي معليش، أنا حابة نفهم. ونعصبك. تعصبني أنا؟ والله ما تعصبني أنا، نضحك عليك. الجزائريين نزجوا ملايين قاعد يضحكوا عليك. وماك تعصب؟ 45 مليون جزائرة يضحك عليك في اللايف. بالك هادوك الألفين لما يتفرجوا فيك نصهم جزائرية يضحكوا عليك. ديجا شوف لي كومونتير. ها 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 ها. مسكين. ما تعصبش. انا والله ما نتعصب يا نتعصب من هذا المستوى، مستوى متدني جدا جدا، نيفو با والله غير تاع نيفو با. حبيبه قولي لي انا قلت لك نصيحه لوجه الله، غير قفل هذا اللايف وحبس هذا المحتوى اللي كدير فيه، باسكو راه غير يزيد يهبط لك في المستوى تاعك. على الله ودبر راسك. واخا اختي قولي لي حبيبي. ميرسي ميرسي الجزائريين اللي بعثوا لي كادو، ميرسي. ديروا لي ابوني، ديروا لي ابوني. بايدن فخم. واش بيه بايدن؟ بايدن يحب الجزائر. اياك تهضر على حركه الماك، هذاك انفصالي، رئيس حركه الماك اللي كابيل ما مستعرفوش بيه، نتحداه يدخل للجزائر. صافا كوم سا، تهضر على هذاك ما نعرفش مام باش يسموه. من هو؟ القبائل خاوتي، اي واحد قبائلي هنايا يطلع معانا هنايا في الكاست ويجاوبوا في بلاصتي. يا خي نتوما قبائل على حرار، اطلعوا معايا هنايا وجاوبوه. الا راكم حابين دوله وحدكم. ما فهمتش انا دوكا، ما فهمتش. القبائل هادو راهم عايشين عندكم، حتى راك تدخل في روحك نتايا. القبائل شكاو لك، جاو لي قالوا لك يا رضوان يرحم بابك دين علينا لايف، رانا حابين نديروا دوله وحدنا. واش دخلك؟ واش من مرقه حرقت لك الشوارب؟ قولي لي اخي حالة اخي، اقسم بالله غير انت مالاد، دي مالاد والله، انت مرض نفسيا. انت واحد من 48 اللي هضر عليهم الوزير. شنو الوزير؟ المهم اللايف هذا راهو يتسجل وغادي تدخل في الميمز.
وحده جزائريه بهدلاتك اون بلين بيبليك قدام 2000 متفرج مغربي وجزائري. ما عنديش المشكله حبيبه، قولي لي. ايه ما عندكش مشكله، خاطر حتى هو باين وجهك تحت بهداير. واخا حبيبه، قريه قريه شويه. واخا بيان سور قريه. نيفواش؟ واش من نيفو؟ عندي دو باك وعندي دو ماستر، متخرجه من الجامعه وراني مازالني نقرا دوكا. انا القرايه تاعي ما نحبسهاش، نطلع النيفو. انا منش كيما نتايا حاضيه الجزائر 24 ساعه 24 ساعه. الوقت اللي راني نضيع فيه انا دوكا، راني كنت حاكمه كتاب ونقرا واخا. نستفاد نعمر في راسي، مانيش فاتحه لايف وناكل في لحم الناس. اوكي تعصبي مريضه كتاكل شي دوم؟ كي حشرتك في الزاويه رجعتني مريضه والله العظيم. الله يهديك. نقول لك واحد العبسه، قال لك واحد المثل يقول السفيه ينطق بما فيه. انت مريض نفسي راك تحصل فيا المرض والله سي غاف. ماما ميا حبيبه، انا سولتك قلت لك واش كتاكلي شي دواء؟ ما ناكلش. باش مريضه؟ اش ضرك؟ انت صحافي ماشي طبيب نفسي باش تشرح الحاله النفسيه نتاعي. اوكي انا ما صح. مالك كلمتوا؟ لا لا سؤال. إيه انت صحافي، انت صحافي رضوان، رضوان فروحي صحافي. كمي كتكمي عندك منصه، عندك عندك منصه في التلفزيون وما نشوف المداخلات تاعك والحوارات تاعك اللي تافهه مثلك. كتكمي حبيبه كتكمي كتكمي على حسب بالي. كيما نتوما بلاد كامل نتوما تكموا الزطله، اول دوله مصدره للزطله والقرقوبي، تضربوا الجوانات وتفتحوا لي لايف على الجزائر. ما تعرفوش تهضروا جمله مفيده ما كاش. انا نتمنى كاش نهار مغربي يفتح لنا لايف يدير يقولنا غير جمله مفيده، والو غير التخربيق. ماشي تفهموا هذه الكلمه غير التخربيق. قولي لي على ما على ما على ما تحظيوش بلادكم، تحلوا مشاكلكم، تحروا بلادكم اللي مستعمره من اسبانيا. لموا انتم المغاربه ليكم تطمزوا هنايا علينا وتطردقوا علينا هنايا في التيك توك، روحوا حروا بلادكم، تترجلوا غير في المواقع. رجال غير في المواقع، انتم كل الحروب تاعكم الحروب كامل تاعكم ربحتوها غير هنا في التيك توك ولي كومونتير. سمك الله اختي، قولي لي انا خوك، انا قولي لي سمك الله. يسموني انا يسموني وحده جزائريه بهدلاتك اون بلين بيبليك. انا عارف انتي اختي الجزائريه واخا تبان لي انتي راك عارف خوي لك جنابك ان شاء الله. ما تعصبش باش ما نزيدش نشوفك انا في التيك توك. انا والله ماني معصبه والله مروقه روقان على الاخر كما قالوش المصريين. قولي لي شنو سميتك حبيبه؟ قولي لي خوك انا. المهم اخر كلمه، اخر كلمه، نهار اللي تحرر سبته ومليليه و23 جزائر الجزيره اسبانيه فما فتح لايف علينا. ايا وحرر النشيد الوطني تاعك اللي لحنوه لويس مورغان. كل عام راك تخلص ماماك فرنسا باش تسمع النشيد الوطني. اوكي لويسش لويسش ايا وتخلص من اكس ليبان الجارية المفعول الدستور الفرنسي. اوكي فرنسا يتع معفسه عليك، سمعت؟ ايا من بعد روح قابلني تربح. تحياتي تبارك الله عليك، مشات مسكينه كتاكل فيها غتبات اليوم كتاكلها. ما عندي ما ندير لك حبيبه، وانا بغيت نهضر معاك بالاداب ولكن اش غندير لك؟ كتكمي بنت ليا كتكمي، الله يعفو عليها كتكمي مسكينه. المهم شي. السلام عليكم. واش راك صاحبي؟ صافا لاباس؟ صحابي اخويا، مبروك عليكم اخويا القبيلة حبيبي. مبروك علينا قبائل، والو حنا الجزائريين كلنا رانا جزائريين قبائل، ولا توارق ولا ما نعرفش واش، حنا ما عندنا لا قبائل ولا دولة واحدة ولا هم يحزنون. على هذوك كانوا كيكذبوا في نيويورك. كيفاش في نيويورك؟ ما كنتيش هنا عاد فقتي؟ حنا ماناش سامعين جملة. ونيويورك في نيويورك اصاحبي. واش بيهم في نيويورك؟ واش راهم دايرين؟ هذاك الشيء اللي شتيه داروهم. انا والله ما شفت شيء، وما عندنا ما صار شيء عندنا حنا. لا ماشي عندكم. ميريكان ميريكان. واش بيه الميريكان؟ واش تنتبع الاخبار شويه؟ نتبع الاخبار هي. اش واقع؟ وما على باليش واش راه واقع، ليسونسيال حنا في الجزائر ما صار عندنا شيء. عادي خلاص.
راه هادشي اللي وقع عندكم هو اللي وقع عندنا. ايه حنا دقناها 60 عام هادي ونتوما عاد كدوقوها ان شاء الله دوقوها من هنا 60 عام. ما نذوقها ما والو يا راجل، هادي غير حكايه خرطي سيتو يا. علاش على الصحراء الغربيه خرطي؟ الصحراء الغربيه هذيك يا صاحبي راهي من قبل، هذيك راهي دوله وحدها انا نعرف حاجه هكا. في كاينه ايه انا والله شوف يا رضوان انا ما نبغيش ندخل في السياسه هذه، لا غادخل لي في السياسه ها العار. الغربيه اللي 50 عام دي نشدوا عليها في كاينه دابا يم صحه صاحبي. انت الصحراء الغربيه هذه راهي عندها جيش وعندها بوليس وعندها رئيس وعندها حدود، هذه جمهوريه القبائل. احنا راهي ما كانش جمله، حنا احنا قبائل. انا واحد من الناس راني في تيزي وزو، راني سرك النورمال، راني في بجاي سرك العادي، وين المشكل؟ على احنا راهو كاين رئيس وكاين جيش تاع قبائل وكاين ما كانش فين احنا راه ما كانش في كاينه. اه في كاين هاد الصحراء الغربية، في كاينه الصحراء الغربية هادي راهي عندكم نتوما. لا لا عندنا حنا ايه كيما عندكم نتوما القبائل. انا لازم نقول لك واحد الحاجه، انا نحكي راه روحي راني متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي كام، راهم كاين قيادات في القبائل وكاين جنود من القبائل وكاين سرجن وكاين كبرانات وكاين عايشين كل كيف كيف الضرب واحد صاحبي حبيبي. الدستور ايه الدستور ديالك اش كيقول في الماده 30؟ ما نعرفش جزائري ما عنديش. وفي الجيش وما يعرفش الدستور 30 المادة 30؟ واش راهي تقول المادة 30؟ واش ما يقراوكمش المادة 30؟ واش راهي تقول؟ فهمني فيها واش راهي تقول؟ راه مصيبة إلا ما قراوكمش المادة 30، نولي نطلع أنا في تيك توك نوري قراكم المادة 30؟ وريها لي واش راهي تقول خويا، نسمع من عندك. عندك تليفون ثاني؟ عندي. حل التليفون الثاني. ها. يلا تكتب لي المادة 30 مكرر من الدستور الجزائري. اقراها ما فيش كونيكسيون. دوزيام تيليفون تاعي ما فيش كونيكسيون، بس كنا نخدم ابيش ما نخدمش موديل. ياك الجزائر فيها الكونيكسيون 4 جي 5 جي. لا ما فهمتش قصدي. تيليفون دوزيام تاعي ما فيش، انا نخدم بلا بيس ديريكت كونيكسيون. بارطاجي الكونيكسيون صح، معليش بلا ما نبارطاجي، فهمني فيها انت، نسمع من عند خويا. انا عارفك ما غتيقنيش، لا قلتها لك اللهم تقراها. لا والله غير نطيقك والله والو. انا ما نتيقش راسي، انا بغيتك تقراها بعينيك. معليش تقول لي انت برك نورمال. قراها بعينيك اخويا. انا نسمع من عندك انت، وين المشكل؟ لا 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 حبيبي شوف، انت جزائري وانا مغربي، لا قريتي بعينيك ماشي بحال قلت لك. دير بارطاجي لا كونيكسيون. دير بارطاجي لا كونيكسيون ها العار. معليش نعدوها، حنا ماكش باغي انت تقول لي انا مانيش باغي نروح نستعير الفكره هذه جمله. معليش تقولها لي انتيا نزيله. قرا بعينيك اخويا الله يرضي عليك. واش راهي تقول برك رضوان صاحبي؟ قول لي برك. قال لك حق، بغيتك تقرا ما بغيتيش تقرا قول لي. ما عنديش. لا معليش نسمع من عندك انتيا. اه شي مشكل حبيبي. قال لك حق الشعوب في تقرير مصيرها. ايه يعني اليوم عندك انت شمن من شمن بلديه انت؟ انا من تبسة. عندنا واحد العشرة الناس في تبسة ايه بغاو يديروا بلاد ديالهم. ايوة الدستور الجزائري كيقول لك من حقهم يديروا بلاد ديالهم. ايوة في نظرك انت من حقهم يديروا بلاد ديالهم ولا ماشي من حقهم يديروا بلاد ديالهم؟ ما تصراش عندنا حنا في الجزائر هذه، وما كاش اللي ما كاش اللي يخمم فيها جمله. وفرحات مهني هذاك ديجا راهو مصنف ملف ارهابيه حبيبي. انا ما دويتش على فرحه مهني، انا إيه؟ بس ايوا عندكم الدستور الجزائري سميتو الجمهوريه الديمقراطيه، الدوله سميتها الجمهوريه الديمقراطيه. يعني الجمهوريه الديمقراطيه بصح كاين دي ليميت ما ديباسيهمش صاحبي. شنو هما لي ليميت؟ ليسونسيال باش تخرب في امور عندنا حنا ما كانش هذي. زيد نمشي معاك لابعد الحدود. علاش ما تقيدوهاش؟ علاش ما تقيدوهاش في الدستور؟ قولوا ما نقيدوهاش حنا في الدستور. شوف شنو نقول لصاحبي واحد الحاجه رضوان، باش يكون في علمك درك جيلك شحال تحسبوا باش شحال من عام تقول باللي كاين جيل. دونك انتوما دوله منافقه ما يطبقوا عليه. ماناش دوله منافقه احنا، ماناش لا
اسمع احنا راهو اللي تفهم حاجه يا رضوان باللي احنا رانا دوله عسكريه تفهم واحد. شفت العائله الاخرى اللي في الجزائر تلقى فيها ثلاثه اربعه راهم خارجين لاروترات من الجيش، اللي ماهوش خارج من لاروترات من الجيش تلقاه راهم فوت السيرفيس ناسيونال. انا نحكي على الوالد تاعي الله يرحمه وكفاه، راه والد في 1950 بريسك كيهم الله يرحمه السي، وراه متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي اللي ما تلقاهش في العسكر تلقاه في لابوليس، ما تلقاهش في لابوليس تلقاه في الجدرميه. غير هذه يخص كي تعداها صاحبي، الا كان لجمهوريه قبائل ولا هم يهزنون. خويا البشير دابا واش اخويا ديمقراطيه؟ احنا عندنا الديمقراطية كفاهم في امور امور اخرى تخرب فيها يجيك النصر الجن من الاخر. برافو هادي واحدة هادي واحدة. اللعب ما كانش صافي كام عسكرية عسكرية. تبارك الله عليك خويا ناصر، تحياتي خويا. انت دابا جيتي معقول جيتيني نيشان من الاخر صاحبي، وزيد يقول صاحبي واحد الحاجه، انت صاحبي راك حاط على الجزائر ياسر، جاب لي ربي لو كنت نخف شوي خير. الله يعافيك خويا، تحية اخويا البشير، شكرا. الله يعافيك رضوان صاحبي، هيا اخويا من كراج. صح اخويا، تحياتي صح اخويا. صح البشير كان معقول، كان انسان معقول، كان جاني نيشان بصراحة، قال لك ما الديمقراطية على ناس اخرين، اما علينا احنا لا. تحياتي اخويا البشير، شكرا بزاف. عايشك خويا، صباح الخير. تحياتي اخويا، تحياتي. واحد طلع الخوض للسطح بالمناسبة، نطلع نشوفوا الاخوان الاخرين. والله الا عجبني هذا البشير، تفكيره زوين، واخا جزائري ولكن كتلقاه متفتح في عقله، زعما عزيز عليه الطنز.